الرسالة الأولى التي نريد أن نبعثها للعالم أن بغداد مدينة أمن، مدينة سلام، مدينة محبة، مدينة ثقافة، مدينة معرفة، مدينة علم، وهي كما كانت وستبقى مدينة متألقة دائما إن شاء الله رغم المحن التي مرت بها. معرض بغداد 2018 علامة استثنائية، هو أنا شخصياً أعتبره نقطة تحول لاستعادة بغداد دورها الريادي والثقافي. فكرة وجود إنه مجموعة كل دور النشر العراقي وهواية من دور النشر العربية بمكان واحد بشكل سنوي بهذا المعرض حد ذاته فكرة كبيرة وعظيمة.